اما هلا سلمى بننتقل لاخر محطاتنا لليوم، موضوع بهم كل الصبايا والسيدات. الامومه هي الحاله المثلى لتسعى الى كل انثى، ومع بدايه الزواج دائما بتفكر بالانجاب، واذا تاخر الانجاب شوي بتمر بحاله من التوتر والقلق بتاثر على نفسيتها. صحيح نور، وللاسف الكثير من السيدات ببلشوا يدوروا على اساليب لتنشيط الاباضه، ممكن هاي الاساليب او الادويه او الوصفات اللي ممكن ياخذوها ممكن تعطي مفعول عكسي بكثير من الاوقات، وممكن ايضا تاثر بالمستقبل على حياه المراه. لحتى نعرف التفاصيل اكثر، شو هي طرق تحفيز الاباضه الطبيعيه عند السيده، وشو هي المراحل العاديه اللي هي ممكن تمر فيها يكون تاخير طبيعي ما يكون في مشاكل، رح نعرف كل هالمعلومات مع ضيفنا اليوم بالاستوديو الدكتور بسام الفلوف، اختصاصي بالتوليد والجراحه النسائيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، صباح الخير، يسعد صباحكم، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير. بالبدايه دكتور خلينا نحكي عن ابرز الاسباب اللي بتسبب ضعف الاباضه عند المراه. تمام. هلا بس قبل ما نحكي عن اسباب ضعف الاباضه عند المراه، تفضلتي بملاحظه انه الصبايا فور الزواج يمكن بعد مرور شهر او شهرين فورا ينشغل بالها بانه ما صار حمل. فاول تعريف بحب انه نضوي عليه ليكون الموضوع عمومي، نحن بنعطي فرصه سنه. صحيح حكينا صبي. هلا يمكن اذا صبيه متزوجه عمرها كبير، بدنا نقول يعني 35 وما فوق مشان حدد كبير، لانه 25 و27 اعمار صغيره، فالصبيه مثلا 35 وما فوق ممكن تستعجل شوي. اما بشكل عام نعطي فرصة سنة، ليس بالضرورة حدوث العلاقة الزوجية وحدوث الإباضة يعني الحمل، لأنه في معادلة طبيعية بالحياة هي أنه بالجماع تتواجد ملايين النطاف مقابل بيضة واحدة. إذا انتبهنا للحكمة من هذه القضية فهي دقة الانتقاء. فيلي دائما بطبعه بيدور كثير ليلاقي شغله فيمكن يضل 10 ايام يلاقيها. فمو ضروري البيضه اذا كانت موجوده النطفه موجوده يصير حمل. ومو بالضروره اذا صار القاح للبيضه يصير حمل. كمان ممكن يصير القاح وما تعشش البيضه. وبالتالي نحن بنعطي فرصه سنه. فما ولا صبيه تتوتر بعد مرور شهرين او ثلاثه او خمسه انه انا ما صار حمل عندي مشكله. هلا بنرجع لضعف الاباضه يلي هي تعتبر ببلادنا من أشيع الأسباب لعدم حدوث الحمل. طبعا مو أشيع الأسباب أنه هي كثيرة، بس أسباب العقم متعددة. في أسباب ببلادنا ما كثير موجودة، من الأسباب الهامة هي ضعف الإباضة. هلأ ضعف الإباضة من صنفه قد يكون بدئي بجسم المرأة، يعني يجوز عندها قصور مبيض بدئي أو قصور مبيض ثانوي أو ضعف أساساً بمخزون المبيض. يجوز عندها أمراض غدية، الأمراض الغدية يعني أمراض الغدية الدرقية، أمراض النخامة مثلاً، أمراض الكزر تعمل ضعف إباضة. ضعف الإباضة بطبيعته قابل للعلاج، ما هو موضوع كتير معقد، بس الإشكالية هون بأنه صار شائع عند العموم انه هي لحالها تسال جارتها انه والله انا اخذت الدواء هذا، فبتروح بتاخذ الدواء يلي اخذته جارتها لتعالج حالها. وهذا خطا مهم جدا. اول شيء لازم نعرف ليش عندها ضعف اباضه. هي عندها ضعف مخزون مبيض، هي عندها قصور مبيض بدئي، هي عندها قصور مبيض ثانوي، هي عندها مبيض متعدد الكيسات، هي عندها كيسات مبيض، يعني في مشاكل. هي عندها امراض جهازيه، هي عندها غده درقيه، هي عندها امراض نخاميه، ارتفاع برولاكتين الدم مثلا كثير سبب مهم. وبمجتمعنا شائع لانه عندنا الصبايا عاطفيات، يمكن اذا شافت قطه عم تبكي بالشارع تحن عليها تقوم يتشكل عندها يعني هي حاله الحنان اللي بترفع هذا الهرمون. يجوز يرتفع لسبب فيزيولوجي مثل اللي حكيته أو لسبب مرضي أساسا موجود بالنخامة. فهي أشيع أسباب ضعف الإباضة عند الأنثى. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم شوي، حضرتك قلت ممكن يكون سبب مرضي لازم التقصي والكشف عنه. بعض السيدات أو الصبايا قبل مرحلة الزواج صرنا بنعرف وحكينا سابقا
بهذا الموضوع. شائع صار عندنا كثير مبيض متعدد الكيسات، شائع ايضا التداوي تبعه اللي هي موانع الحمل اللي بياخذوها الصبايا. في منهم بيكون عنده فتره علاج، بتقلك انه انا والله قال لي دكتور بدي يضل 3 شهور تاثيره حتى لو قطعت الدواء، في منهم 6 شهور، صحيح هالمعلومه؟ هلا دائما يعني كمان هون في معلومه كثير مهمه نحن ضروري نضوي عليها، عندنا خوف من استخدام موانع الحمل، وكثير بيعتقدوا انه استخدامه يؤدي لعقم، بيأثر على الاباضه، يؤدي لعقم حتى، في منهم بيقول لك لا ما بيصير، او انه فلانه هي وبنت اخذت حب مانع بلكي ما بتجيب اولاد، لا ابدا. موانع الحمل بتاثر بوقتها، هلا ممكن نقول اثرت شهر او شهرين ماكسيموم بعد ايقاف الحب، لكن هي لا تعيق اباضه الى الابد او بتعمل منع حمل الى الابد. كمان موضوع المبيض متعدد الكيسات ضوينا عليه بزمانه، كثير شائع انه فورا نلقي هذا التشخيص لصبايا انه عندك مبيض متعدد الكيسات. وكثير انا بيراجعوني صبايا شخص لهم مبيض متعدد الكيسات واني حالتهم ما انا هيك، يعني انا دائما بقول لكل صبيه اذا دورتك منتظمه ما عندك مبيض متعدد الكيسات، حتى لو عندك بدانه، لو عندك شعرانيه، في اسباب اخرى. دائما دائما انتظام الطمس هو قانون، يعني ما في انتظام طمس مع مبيض متعدد الكيسات، ما في انتظام طمس مع ضعف اباضه. طمس منتظم يعني اباضه جيده. هلا هون بقى بتجي اسباب ثانيه لعدم حدوث الحمل، فكمان هي نقطه مهمه انه دائما مبيض متعدد الكيسات يعني ما انه كل هالقد شائع، بس دائما، حتى على فكره احيانا بيشخصوا لبعض البنات انه كانه هيك عندك، فبتلقطها هديك بتمشي فيها بلشت تعالج لوحدها. طيب دكتور، اشرت لنقطه خلال حديثك انه الحاله الطبيعيه لعدم الانجاب مع كل الصبايا اللي بنقول انه كاول سنه هي القرار الحاكم، بس نحن بنعرف يمكن تاخر سن الزواج اليوم بيلعب دور، اغلب الصبايا والشباب والسيدات عم يتزوجوا بعد سن 30، والمرأة هون بتوقف مثلاً، بتخاف لما ما يصير حمل مع بداية الزواج، بتلجأ لتحريض الإباضة، وهي نقطة كتير مهمة لأنه بيكون المخزون عنده مختلف، وتحريض الإباضة بيأثر باستهلاك هذا المخزون عند المرأة. خلينا نوقف عند هي النقطة لأنه كتير بنسمع عنه وعم نسمع عنه بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة. هلأ أنا هون منجي لنقطة تحريض الإباضة. طبعاً تحريض الإباضة موضوع كتير مهم، صحيح، موضوع ما له فقرة، يعني والله هذا الدواء وانتهى، هي نفس الدواء طرق متعددة وأدوية متعددة وأسباب متعددة. هلأ أشيع شيء هو الحب المتوفر، يعني اللي كذا نوع منه، يلي بتاخده الصبية من اليوم الثاني أو الثالث للدورة لخمسة أيام، يلي صار عندهم خبرة البنات فيه يعني ويداولون. أنا بقول قاعدة هون مهمة جدا، دائما استخدام تحريض الإباضة يجب أن يكون بمكان، لانه احيانا استخدامه بغير مكانه مسيء، يعني بيعمل نتائج سلبيه. صحيح، نحن بنستخدمه بتشخيص طبي دقيق وباشراف طبي. كمان كثير خطا تستخدم الصبي تحريض اباضه لحاله، لانه ممكن يعمل لها مشكله. انا بقول دائما يجب ان يستخدم الطبيب محرض الاباضه تحت عنوان لمره واحده وانجح فورا. يعني هلا يمكن ما يزبط هالشيء، بس يكون هذا الهدف. نحن في ادويه كثير شائعه لتحريض الاباضه، بدون ما نحكي ندخل بأسماء وطرق علاجها مشان ما يعني يؤخذ نظرة انه سهل نستخدمها لحالنا، لا، تستخدم بس تحت اشراف طبي، بدقيق ومتكرر، ممكن يشكل التحريض كيسات مبيض، ممكن يشكل كيسات مبيض كبير وتعمل مشاكل، ممكن يصير فرط حس هرموني. لكن التحريض بحد ذاته طرق متعددة، يبدأ بالتحريض البسيط اللي هو أدوية بسيطة ومراقبة، وبيتحول لتحريض بأبر، صحيح، وبجرعات متعددة. كمان التحريض بالأبر يعني هو مانو إجراء يجوز يكون إجراء بالعيادة لمرة مثلا وبكمية بسيطة، أما وقت بدنا نستخدم أدوية تحريض كتيرة بده يكون في إشراف طبي، بيكون في هدف، يمكن عم نمشي بإخصاب مساعد، صحيح، إنه نعمل إجراء آخر نساعد الصبية على الحمل. فدائما منقول تحريض الإباضة حلو جيد، لكن تحت اشراف طبيب ومراقبه دقيقه. بيأثر على المخزون ولا لا؟ يعني حسب الصبيه والعمر. كمان هون في نقطه مهمه، هو مخزون المبيض ما انه رقم ويستهلك. يعني كمان هون في نقطه كثير مهمه، انه انا مثلا تتوقع الانثى انه انا عندي 1000 بيضه مثلا، فاذا انا حرضت صرفت منهم 100 ضلت 900، هي مو هيك القصه. اكيد التحريض
بكميات كتير كبيرة بيضعف من عمل المبيض، بس ما نبه الطريقة يلي كتير مباشرة. حتى لو كانت متقدمة بالعمر؟ هلأ التقدم بالعمر نحن بدنا نعرف أساساً شو الاحتياطي عنده قبل ما نقيني قديش هي مبيضة عنده. يعني في مبيض عنده احتياطي هائل من بيوض، وحتى هذا على فكرة بيعمل ضعف بالإضافة، يعني الزايد أخو الناقص مثل ما بيقولوا. هلأ أنا هون كلمة الكبيرة بالعمر دائماً بحب حط إشارة عليها، لأنه هي إشكالية. يعني في صبايا عمرهم 40 سنة وعندهم يعني مخزون مبيض جيد وبيحبلوا بسرعة، في صبايا عمرهم 20 سنة وعندهم ضعف مخزون مبيض. لكن المبدأ العام طبعا مع تقدم العمر بيضعف عمل المبيض. وبحب أقوله أن أنا من 35 وفوق عشان نكون مرتاحين، يعني ما تتوقع من عمرها 30 سنة وتخاف كتير أنه أنا لا، 35 وفوق لازم ننتبه أو نستقصي، بس ما أنه والله حتماً 35 يضعف البضاء، لا 35 38 40 ممكن يكون عنده احتياطي جيد وتحبل بسهولة. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم، في كتير طرق مثل ما حضرتك قلت بيتم العمل عليها. دائماً أي علاج لأي مشكلة ممكن يكون له أثار سلبية وأثار إيجابية، وخاصة لما بنحكي عن شيء له علاقة بهرمونات الجسم، بتركيبة الجسم. نسمع كتير حتى الصبية لما بتاخد تداوي بالكيسات بيقولوا لك هاي الأدوية بعضها له آثار نفسية، بعضه له آثار جسدية. فخلينا نحكي هل هي العملية أيضاً مرافقة جزء يجب الانتباه عليه؟ هلأ كل علاج دوائي له أثر إيجابي وسلبي. هلأ أول شيء كل الأدوية اللي لها علاقة بالدورة الطمسية، يعني سواء حب مانع الحمل أو سواء محررات الإباضة، دائماً بدنا نفهم شغلة، بعد انتهاء الدورة الطمسية غالباً ينتهي أثرها. يعني ممكن يضل أثر لإلها شهر مثل ما قلت أو شهرين، لكن ينتهي إلى الأبد. يعني ما تخاف صبية أنه سيكون هناك أثر دائم لهذا العلاج. هلأ في تأثير مباشر، يعني أحياناً في مبيض إذا حرضناه بعمل فرط استثارة، وهي حالة أحياناً صعبة جداً قد تستدعي دخول مشفى وعلاج خاص. طبعاً يعني التحريض مش بس أنه استفدنا وما استفدنا، أحياناً المبيض يرتكز التحريض ارتكاز كثير مهم. كمان هي الحالة وقت تنتهي تنتهي، مونو بيضل إلى أثر دائم. ما بدنا نخاف من الأدوية أنه إلى أثر إلى الأبد. ما في دواء يعطى لعلاجات الإنجاب لو أثر إلى الأبد. طبعا خلال العلاج في أدوية طبعا بتعمل ارتكازات نفسية، لأنه أنت أصلا عم تشتغلي على المستوى الهرموني. نحن ما فينا نفصل أبدا الحالة الهرمونية للإنسان سواء ذكر أو أنثى عن ارتكازاته وأفعاله والآثار عليه مباشرة. طيب دكتور بالختام خلينا نعطي بعض النصائح للصبايا والسيدات مع بداية الزواج، إنه ما يقلقوا إذا تأخر الإنجاب شوي. شو هي الخطوات اللي ممكن يعني أول شيء أنا بحب أحكي هيك بشكل حر أكثر، أكيد الهدف الحقيقي أو نسميه يعني يلي وراء الزواج هو الإنجاب، بس ما بحب تكون هاي العقلية بالدخول بالزواج انه انا متزوجي لجيب اولاد، لانه وقت هيك فنحن بنضرب عملية زواج كلها. الزواج يعني انا بدنا ننتبه لشغلي انه الانثى بحياتها قديش بتجيب 10 اولاد 15 ولد لنفترض، يعني هي 15 ولد بس هي عايشة مع زوجها 30 سنة مثلا، وهي في علاقة بيناتهم عمرها مئات الايام. فدائما اول نقطة بقولها لكل صبية، لا تشعري الشريك انه الهدف من الزواج انه يجيب اولاد، هي تضعف العلاقة الزوجية. حتى الرجل يعني احيانا مع انه هي نادرة بس صايرة عنا، انه حتى الزلمي صار بعد شهرين حبلتي ولا ما حبلتي. كمان انت طول بالك شوي، يعني ما تعتبر او تخليها الانثى تنظر انك انت تزوجتها لتجيب ولد. فاول شيء بقول طولوا بالكم، خلي الحب هو أساس العلاقة بيناتكم، الإنجاب هو تحصيل حاصل للعلاقة الزوجية وليس هدف مباشر أنه أنا بس من شان هيك تزوجت. طولي بالك كتير، معك وقت. هلأ نحن بعصر العقم المطلق يعني شبه ضعيف جدا، يعني ما عاد فينا نقول كان زمان نقول والله هدول ميؤوس منهم. هلأ كتير الطب تطور لأنه يخدم الذكر والأنثى بعلاجات كتير متطورة، والحقيقة عندنا بالبلد هون عندنا مراكز كتير متطورة وتنافس مراكز عالمية.
بتقديم خدمات علاج للأقم متوفرة بكل المحافظات السورية، مش يعني مو حكرا بالشام، بتلاقي بحمص وبتلاقي بطرطوس وباللاذقية وبحلب بكل منشان ما يعني بكل المراكز بكل المحافظات في أطباء جيدين جدا عندهم نتائج يعني حتى عالمية. فما نخاف، ما نتطلع فورا بدنا نشوف برا شو فيه، نتريس شوي، نثق بأطبائنا والنتائج إن شاء الله جيدة بتكون إن شاء الله. بدنا نشكرك دكتور بسام على كل دائما النصائح والمعلومات المفيدة اللي بتعطينا إياها بكل حلقة. شكرا لك. كلكم زور، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك.